اليوم الحمد لله غادي تكون واحد الخبرة جديدة في أكادير، خاصة في سوق السمك ديال أكادير، وأنه غنرخصوا واحد يعني واحد النوع ديال البيع غيكون عن بعد بالتيليكوموند، غيكون انفونتي الكترونيك، يمكن كل واحد يمكن له يدخل ويشري المنتوجات ديالنا اما في المغرب واما يكون في طنجة واما يكون في جهة اخرى واما يكون في اسبانيا واما في فرنسا، كيشوف هاد 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 النوع ديال 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 الحوت ويمكن له يتزايد عليه عن بعد. وهذا معطى جديد وثقافة جديدة اللي كاينة في واحد برا عدد دول البحر المتوسط، يعني في الضفة الأخرى. احنا اليوم غنبداو بها كتجربة في أكادير، وإن شاء الله نتمنوا التوفيق للجميع إن شاء الله. كما ترون هناك طريقة عمل جد متطورة بالنسبة للمكتب الوطني للصيد، علما أن من مهام مكتب الوطني للصيد هو تسويق المنتجات البحرية، وأيضا العمل على تحسين الأداء بالنسبة لجميع المهنيين وخاصة المهنيين الذين يشتغلون في هذا القطاع. طبعا نحن لدينا مساطير طريقة العمل لتسويق المنتجات، تتجلى أولا في اللحظة التي يتم فيها استقبال السمك. هناك عدة مراحل، أولا هناك التصريح بالشرف بالنسبة لجميع المراكب، التصريح بما هو منتوج لهم لدى مصالح وزارة الصيد البحري، وهذه كتقريبا شرط أولي من حيث أننا يمكن قبول هذا المنتوج. بعد ذلك وبعد استقباله داخل السوق يتم وزنه وتقريبا جميع العمليات التي تكون قبل عرضه للسوق، مثلا الوزن حسب النوع وحسب الطراوة إلى غير ذلك. هذه العملية تقوم في مكان خاص بصياد البحارة. إذن بعد هذه العملية يتم وزنها عبر المكتب الوطني للصيد من أجل طرحها أو في مكان العرض للتسويق. طبيعة الحال لا يمكن أن نقوم بالتسويق إلا بعد أن تكون هناك مراقبة من طرف مصالح البيطرية لإعطاء انطلاقة حقيقية لعملية السمسرة، أو كما نقول إحنا دلالة بالدارجة. طبيعة الحال ماذا من يكون هناك داخل السوق؟ هناك تجار السمك وهناك المنتوج الذي هو معروض للبيع، وتجار السمك هؤلاء كلهم لا يمكنهم ولوج هذه القاعة إلا بعد هناك شروط، من أولهم أيضا تكون لديهم بطاقة مهنية. لا يمكن لأي غريب مثلا أن يدلج إلى هذا السوق للحضور لعملية السمسرة. هناك تقريبا ما يقارب حوالي 10 وفود أجنبية من أوروبا ومن إفريقيا يأتون إلى هذه التجربة المغربية الناجحة الحمد لله، ومن شأنها ومن شأنها إن شاء الله أن تعطي صورة حسنة عن بلادنا، وهي تجربة مغربية محضة. نستقبل ما يقارب 25 إلى 30 باخرة بمعدل حوالي 800 إلى 1000 طن يوميا. وبالنسبة لإحصائيات السنة الماضية فقد تحقق في مدينة أكادير، عفوا في ميناء أكادير بالنسبة للمكتب الوطني للصيد، حوالي 25 ألف طن بقيمة تقارب 325 مليون من الدراهم.